تحياتي واهلا بيكم معايا في حلقه جديده على قناه اي جي كاست. اللي بيتابعني لاول مره، انا محمود سعيد، مواطن امريكي عايش في نيويورك بقالي 25 سنه، وهدف القناه دي ان هي تساعد كل الاصدقاء اللي بيحلموا بموضوع السفر او الهجره لامريكا انهم يحققوا الهدف ده باقل تكلفه ممكنه واسرع وقت ممكن. يا رب يا رب ما يطلعش صوت الهواء عالي في المايك اللي انا بستعمله. جبت معايا الجو برو اللي انا استعرتها من المكتبه العامه بتاعتنا مجانا لمده 3 اسابيع، باخدها يعني اصور بيها خارجي وكده، وبيكون الكادر بتاعها احسن عشان ما تبقاش الصوره قريبه قوي مني، علشان وشي ما يبقاش منور الشاشه قوي كده. الجو برو هيكون الكادر بتاعها اوسع، ولكن للاسف علشان الهواء قررت ان استعمل التليفون، لان المايك ده بقدر اوصله بالتليفون ويقلل صوت الهواء شويه. النهارده هنتكلم عن 10 عادات مجانيه مش هيكلفوك اي حاجه، لو طبقتهم او حتى جزء منهم في يومك اوعدك ان يومك هيكون احسن وهتكون انت شخص افضل في المستقبل، هتكون النسخه المعدله من نفسك. وطبعا الحلقه النهارده متصوره من الحديقه العامه المارينا اللي انا ساعات باجي اتمشى فيها. ايه ده هندسه؟ هو انت عندكم كل حاجه مجانا كده؟ بتدخل الحديقه العامه مجانا وتروح تجيب الجو برو من المكتبه مجانا؟ ايه الحكايه؟ لا يا جدعان، ما هياش مجانا بالشكل اللي انتم متخيلينه. مجانا يعني متاحه ومتوفره للناس اللي ساكنين في التاون دي، في المدينه دي، ولكن احنا بندفع ضرائب كتير. الضرائب العقاريه عندنا في المنطقه هنا غاليه، وبالتالي كل الانشطه والاماكن المتاحه مجانا هي في الحقيقه احنا بندفع ثمنها من الضرائب. جزء من الفلوس بيروح للمكتبه علشان يعينوا ناس ويشتروا أجهزة وخلافه، جزء منها بيروح لبارك زي دي كده علشان يقصوا الحشيش ويهتموا بالأشجار ويبقى فيه لم للزبالة وخلافه. فخلي بالك لو انت هتيجي على أمريكا وبتسأل ايه أحسن ولاية، السؤال مش مظبوط. المفروض تسأل ايه هي المدينة، ايه هي التاون اللي موجودة في الولاية دي اللي يستحسن أنا أسكن فيها عشان أخد خدمات زي دي. ويلا بينا بدون رغي كتير ندخل في تفاصيل الحلقة ونتكلم عن أول عادة مجانية لازم تكون بتعملها، وهي التمشية اليومية. اللي متابعني من فترة عارف انه انا لازم انزل اتمشى ساعة او ساعة وربع كل يوم. ممكن اتغنى ساعات عن اهمية التمشية اليومية. بتصفي ذهنك، بتنشط عضلة القلب، بتخلي جسمك يعني حركة. لو انت سواق او قاعد على مكتب طول النهار لازم تحط ساعة او ساعة وربع يوميا، ابدأ حتى بنص ساعة تنزل تتمشى في منطقة هادية، تسمع حاجة في ودنك. اليوم اللي ما بنزلش اتمشى فيه بحس ان اليوم ناقصه حاجة، بحس ان كان في حاجة أنا المفروض أعملها وما عملتهاش، وبالتالي بحافظ عليها بشكل يومي. لو هتقولي إيه هي العادة الوحيدة اللي اختارها من العشر حاجات دول، هقولك التمشية اليومية. أرجوك لازم تواظب عليها، معرفش اتصرف. انزل بدري قبل الشغل، انزل بالليل بعد ما تكون خلصت شغل وتكون الشوارع هديت شوية لو عندك يعني المنطقة زحمة وكده. والعادة التانية المجانية اللي لازم تواظب عليها واللي فرقت معايا في البيزنس جدا هي استعمال الكالندر، استعمال النتيجة، استعمال الجدول الزمني، استعمال التقويم. سميها زي ما تسميها براحتك، انا معرفش في الشرق الاوسط بيسموها ايه. بص الناس بتتمشى ورايا، هي برضو التمشية اليومية بتاعتهم، ولذلك الكلمة مش مشهورة في الشرق الاوسط، معرفش اترجمها كالندر يعني ايه. مش مشكلة، انا بسميها الكالندر. الكالندر اللي هو التطبيق اللي موجود على التليفون اللي في ايديك، يعني انت مش محتاج تعمل اي حاجه زياده. التطبيق بينزل مع التليفون، بيبقى النتيجه بتاعتك شهريه او اسبوعيه، وبتحط فيها كل الانشطه، كل الاكتيفيتيز، المسؤوليات اللي وراك من بدايه الاسبوع. انا مثلا بقعد يوم الاحد بالليل، لان الاسبوع عندنا بيبدا يوم الاثنين، فبقعد من يوم الاحد املى بدايه من فتره النوم بتاعتي، فتره الشغل، فتره التمشيه، فتره الجيم، فتره الخروجات مع الاصدقاء، التليفونات اللي عايز اعملها، اي شغل له علاقة بالاستثمار او بإي جي كاست، التسجيل بتاع الفيديوهات، المنتجة، كل ده بيتحط على الكالندر. لانه يا جماعة وقتك هو اغلى حاجة عندك. هو انت مثلا مش لو معاك فلوس في البنك بتبقى عايز تشوف كده جدولة للفلوس دي، يعني اخبارها ايه وبيتم استثمارها في ايه وبتتعامل بيها ازاي؟ لازم تكون حريص على فلوسك، ولذلك بتهتم انك تعمل ليها جدولة. فما بالك بالوقت، المورد الرئيسي اللي لا
تتجدد، اهم حاجه عندك هي وقتك. ولذلك اول جمله عايزكم تكتبوها معايا النهارده في التعليقات بقلب جامد، عايزك تكتب وقتي غالي، وقتي غالي، وقتك اغلى حاجه عندك، وقتك اغلى من فلوسك، اغلى من عيالك، اغلى من ثروتك، اغلى من مراتك، اغلى من ابوك وامك، اغلى من كل حاجه في الحياه. مفيش غير الوقت المورد الوحيد الذي لا يتجدد، لانك ممكن تخلف عيل واثنين والعيال دي تكبر وتبعد عنك وتخلف تاني وتجيب من الاول، مفيش مشكله، انما الوقت يا معلم مش هتعرف ترجعه. لو اتنططت، لو اتشلت واتهبدت، عمرك ما هتعرف ترجع وقتك مره تانية. فارجوك استعمل الكالندر اللي موجوده على التليفون بتاعك علشان تعرف وقتك بيروح في ايه، وقتك بتستثمره في ايه. والعادة التالتة المجانية واللي برضو تطبيق موجود على التليفون ولازم تستعمله باستمرار هي النوتس. النوتس دي مهمة جدا طبعا، وانا ندمان على سنين طويلة قضيتها من حياتي كان بيجي في بالي افكار وانا بتمشى او وانا مع اصحابي وانا كده بعمل اي حاجة، يجي في دماغك فكرة تقول يا سلام ايه الفكرة المعتبرة دي، ولكن للأسف بتنساها، الانسان بطبعه بينسى. انما استعمالك للتطبيق بتاع النوتس اللي موجود على التليفون وانت قاعد في الميكروباص وانت سايق العربيه وانت قاعد في البلكونه بتشرب الشاي، تيجي في دماغك فكره يا معلم، طلع التطبيق بتاع النوتس واكتب الفكره دي. افكار كتيره جدا بتيجي في بالي عن استثمارات، مشاريع، مشاكل عايز احلها، سكريبت للفيديوهات، مواضيع عايز اتكلم فيها، عايز اطلع الافكار اللي جوايا، ولو ما كتبتهاش في التطبيق بتاع النوتس هنساها، الفكره هتيجي وتروح. بصوا يا جماعه الافكار في الحياه زي الامواج اللاسلكيه ماشيه كده في الاثير وعماله تخبط في الناس، كل ما تخبط فيك موجه ممكن انت تبقى ناصح وتلقطها وتقوم كاتبها عشان ما تنساهاش وتستغلها بعد كده، سواء بقى وانت عندك الوقت او حطيتها في الكالندر بتاعك، او ممكن تخبط فيك وتعديك خلاص راحت منك الفكره، هتروح لواحد تاني هو اللي يستفيد منها، لانه بيكتب الفكره دي اول ما تجيله وبيعرف يستغلها بعد كده. يبقى العاده الثالثه معانا هي التطبيق بتاع النوتس اللي موجود على التليفون بتاعك، ده في الايفون، معرفش بقى في السامسونج او كده هيكون اسم التطبيق ايه، ولكن انتوا عارفين انك تفتح صفحه كده على التليفون وتبدا تكتب الايه الفكره اللي جت في دماغك او الحاجه اللي انت عايز تفتكرها في المستقبل. والعادة الرابعة معانا اللي هي مش مجانية قوي بس تعتبر رخيصة هي مروحك الجيم. استرخص جيم قريب من المكان اللي انت ساكن فيه وروح يا معلم نص ساعة في اليوم او 45 دقيقة، شوف حد جارك او صاحبك تتعرف عليه في الجيم تقول له خلاص هنشجع بعض ونفكر بعض كده بالرسائل ان احنا هنتقابل ونعمل ورك اوت مع بعض. انا دلوقتي بقيت محظوظ لانه سان نمبر 1 بيجي الجيم معايا تقريبا كل يوم، وحتى لو انا بدأت اتفاوض او اكسل واقول ايه ده الساعة 8:30 بالليل، الساعة 9 بالليل، خلاص بقى خليها بكره وروح اعمل دبل تايم في الجيم، الاقي سان نمبر 1 بيقول لي لا يلا بينا البس الجزمه يلا انا مستنيك في العربيه. شفت انك تحوط نفسك بناس اهدافهم زي اهدافك بيفيدك جدا. وتكلفه الجيم اللي انا بروحه طبعا مش غاليه زي ما بقول دايما، بدفع $10 في الشهر. شوف انت جيم رخيص جنبك وايه، خلي كده جزء من ميزانيتك الشهريه من مرتبك الشهري بتصرفه على العاده بتاعت الجيم، وروح ابدا مثلا بثلاث مرات في الاسبوع لغايه اما تبدا تحس كده ان انت مستمتع وبتستفيد بوقتك في الجيم وتبدا تزود بقى عدد الايام. لانه يا جماعه خلي بالكم كل الاحصائيات بتقول ان سبب الوفاه الاساسي لكل الناس في العالم ما هواش الامراض بتاعت السرطان او يعني الحوادث او التدخين او الكلام ده، اكتر سبب للوفاة هي امراض الشيخوخة، هو الايجينج، هو العجز، العجز انك بقيت عجوز، عضلاتك دمرت، عضلاتك دمرت، فبعد كده لو وقعت لا قدر الله ما بتقدرش تقوم بتتكسر، وتشوف بقى بعد كده سرير في مستشفى او حد يعني يشيل حملك في البيت. هو ده السبب الاساسي ان عضلاتك انت فرطت فيها بسهوله. لازم تحافظ ان يكون عضلاتك قويه، انك تعرف تعمل الحاجات اللي الناس كبار السن المفروض يعملوها، لو وقعت تعرف تقوم، سلالم بتعرف تطلعها، ليك حفيد عايز تشيله من على الارض، واخد بالك؟ هو ده اللي بيفرق في المستقبل، ده سبب الوفاه الاساسي، العجز. ومضاد العجز عدو العجز، يعني عشان تتغلب على العجز وتطول السنين اللي انت مستمتع فيها بحياتك هو هو الجيم، رفع الاثقال، انك تكون يعني ايه بتعمل ورك اوتس بتشيل فيها احمال تقيله عشان عضلاتك تبقى قويه وتسد معاك في المستقبل.
والعدد الخامس واحنا بنتمشي على المياه الجميله دي والجو الخريفي بدا، ولذلك انا لابس بكم، هي انه تكون بتتعلم من اوديو بوكس، من كتب مسموعه، كتب صوتيه، تحط كتاب في ودنك كل يوم سواء قبل النوم او اول ما تصحى الصبح، سواء انت بتفطر سواء وانت بتتمشى، تحط اوديو بوك في ودنك علشان تتعلم حاجه جديده، تتعلم مهاره جديده، تقول كده بص في ايه في الحياه انا عايز اتعلم فيه اكتر وافهم فيه اكتر، عايز افهم مثلا في الكريبتو اقوم جايب كتاب صوتي في الكريبتو، لا ده انا عايز افهم اكتر في موضوع الجيم بقى والورك اوت وان انا ابقى كوتش والكلام ده، اجيب ها كتاب مسموع اوديو بوك في الموضوع ده، او حتى بودكاست، مش لازم يبقى كتاب، ممكن البودكاست يا جماعه يعني مورد للعلم رائع جدا، تشوف حد انت بتحب تسمع صوته، بتحب طريقته في الكلام، حتى يا اخي لو انت عايز تتعلم انجليزي يعني شوف، مجرد حتى انك عايز تتعلم اللغه نزل كتاب صوتي بالانجليزي في ودنك تسمعه كل يوم، او بودكاست تقعد كده تمرن ودانك عليه كل يوم، عاده مجانيه، كل الكتب دي موجوده على الانترنت مجانا والبودكاست موجود مجانا، تقدر انك تستفيد منها بشكل يومي. والعادة السادسة المجانية معانا هي شرب المية، أرجوك قولي بتشرب مية كل يوم ولا لأ؟ هل عامل لنفسك كده ميزانية عدد كوبايات معينة أو إزازة مليانة لازم تخلصها كل يوم ولا لأ؟ لو أنت ما بتشربش مية كفاية أنت ظالم نفسك، أنت ظالم الأعضاء بتاعتك، الطب يقولك لازم تشرب مية كفاية كل يوم لدرجة أنك لما تخش الحمام تعمل نمبر 1 في الحمام يكون لونها فاتح جدا، ما يكونش خلاص تكون السموم اللي في جسمك نزلت من كتر شربك للمية، انت لازم تعيد تنظيف الاجهزة بتاعتك زي الكبد والكلية وخلافه بانك تشرب مية كتير. والعادة السابعة اللي ممكن تكون رخيصة جدا او مجانية هي انه لازم تشوف موهبة تقضي معها نص ساعة كل يوم، دي بقى حاجة ملهاش علاقة بالبيزنس، ملهاش علاقة باسرتك، ملهاش علاقة باي حد غيرك انت، شوف هواية انت بتحب تعملها، تحب تكتب شعر، بتحب تكتب قصة، بتحب ترسم، تلون، تعمل حاجة بايديك، تقعد كده تفنن، يعني تلعب مع اصحابك طاولة على القهوة او تلعب شطرنج او اي هواية، مش مشكلة، مش مشكلة تكون هواية بتعمل منها فلوس او هواية يعني تستفيد منها بدنيا، لا حاجة تطلع بيها الطفل اللي جواك، زي ما بقول دايما انت سبت الطفل اللي جواك اللي هو انت وانت صغير وانت بتلعب في بوابة العمارة، انت سبته في الماضي ما جبتوش معاك في الحاضر، وبالتالي ارجوك افتكر الطفل ده ورجعه بانك تقضي معاه 30 دقيقة في اليوم، هواية انت بتحب تعملها ما بتكلفكش فلوس كتيرة، وتحطها على الكالندر بتاعتك انه انا هعمل الحاجة دي في الوقت الفلاني يوم بعد يوم او كل يوم زي ما انت عايز، لان ده اللي هيرجع لك حلاوة الحياة، طول ما انت مكتئب وزعلان وحاسس ان الدنيا غامقة معاك علشان انت سبت الطفل ودفنته بالحياة، رجعه علشان هو ده اللي كان يعرف معنى حلاوة الحياة، هو ده اللي كان بيعرف بجد يبقى مبسوط، انت ما بتعرفش تبقى مبسوط في الثلاثينات والاربعينات، انت خلاص فقدت طريقة الاستمتاع بالحياة، لانه الاستمتاع يا جماعة بيجي لما تكون انت نسيت نفسك، انت ناسي نفسك في اللحظة، ما فيش مسؤولية، ما بتفكرش في الشغل ولا العيال ولا عايز تشتري ايه من السوبر ماركت وانت راجع والكلام ده كله، لا يا معلم انت ناسي نفسك خالص، مركز مع الطفل اللي جواك بس. والعادة الثامنة المجانية هي الصيام المتقطع، علشان تظبط وزنك لازم تشوف نظام غذائي معين تمشي عليه، كل واحد حر اختار النظام اللي يعجبك، مفيش اي مشكلة، جرب نقل من نظام لتاني لغاية ما تلاقي حاجة انت مستريح عليها، ولكن اقدر اقولك من تجربتي الشخصية اي نظام غذائي بيمنعك من حاجة مش هتعرف تكمل عليه كتير، اي restrictive diet يعني بيقولك ما تاكلش بطاطس، ما تاكلش رز، ما تاكلش مكرونة، ما تعملش، ما تسويش، ما تخليش، اقطع الكربوهيدرات، اقطع مش عارف ايه، اقطع عمرك، اقصف عمرك، اي نظام غذائي بيقولك تبطل حاجة هتمشي عليه 6 شهور او سنة وتخس معاه صحيح، ولكن مش هتعرف تكمل لان انت بتحب الحاجة دي، انت بتحب البطاطس، انت بتحب الرز والمكرونة، فمش هتعرف تكمل بقية حياتك والوزن اللي انت خسيته ممكن يرجع مرة تانية. انا النظام الغذائي اللي انا مستريح معاه جدا وبخس عليه بشكل فعال هو الصيام المتقطع، ان انا لا بفطر ولا بتغدى، يعني بصحى الصبح من النوم خلاص انا اصلا بعدتي طريقتي بطبيعتي ما بكونش جعان الصبح، بصحى اشرب القهوة بتاعتي بلاك من غير لبن ولا سكر، و
اشوف بقى اليوم بتاعي هيمشي ازاي، الطاقه بتاعتي 100 كله تمام، لغايه اما اجوع. ابدا اجوع مثلا الساعه 3، ممكن اخد تفاحه صغيره او حته فواكه صغيره، اشرب ازازه ميه كبيره، الاقي نفسي ايه مش جعان تاني، اكمل لغايه الساعه 4 5 6، ساعتها بقى اكل وجبه كبيره في اليوم، مليانه بقى سلطه، مليانه الحاجات اللي انا بحبها، مفيش مشكله، عايز احط خضار على الرز، عايز اكل مكرونه، براحتي يا معلم، ما بحرمش نفسي في حاجه، المهم ان انا باكلها وقت ما اكون جعان. مش بقى فكره انه ايه دلوقتي ميعاد الفطار يبقى يلا بينا نفطر، او دلوقتي ميعاد الغدا يبقى لازم نتغدى، دلوقتي ميعاد العشاء يلا بينا نحط العشاء. انت بتعود نفسك على انك تاكل 3 او 4 مرات في اليوم بدون داعي، جسمك مش محتاج يا معلم، جسمك مش محتاج كل الاكل ده، ها؟ انت محتاج تاكل وجبه واحده كبيره في اليوم. طيب لو انت بقى من نوعيه الناس اللي ما يعرفش يبدا يومه من غير ما يفطر، خلاص اصحى من النوم وافطر فطارك عادي، حاول بقى ما تاكلش بالليل، تيجي على الساعه 6 بالليل تقول كده خلاص انا 100 هشرب ميه، هشرب ينسون، هشرب قرفه من الساعه 6 لغايه ميعاد النوم بتاعك 10 او 11 او 12 بالليل، يبقى فتره الصيام بتاعتك ما زالت هي، يا اما بتصومها الصبح يا اما بتصومها بالليل. يبقى النظام الغذائي بتاع الصيام المتقطع اوعدك ان هو فعال جدا، وبنسميه طبعا intermittent fasting، علشان لو عايز تعمل جوجل سيرش وتعرف عنه اكتر. بص يا شباب، ده البارك او المكان اللي بتبرك فيه العربيات بالقوارب بتاعتها، الناس اللي بيجوا علشان ده منزل قوارب، لو انت هتيجي تصطاد او معاك كاياك او كده بتبرك العربيه بتاعتك، وده المنزل اللي بتنزل القارب بتاعك منه علشان بقى تروح تصطاد وتقضي 4 5 6 ساعات وترجع بقى ايه تاخد المركب بتاعك والعربيه وتتكل على الله. والعادة التاسعة المجانية معانا هي الامتنان. الامتنان ايه ده هندسة؟ يعني ايه الامتنان ده؟ اللي هي gratitude يا جماعة، gratitude. يعني ايه gratitude؟ عارف الامتنان ده يعني ايه؟ يعني تصحى من النوم كده وتحط ابتسامة على وشك لانك صحيت يا معلم، صحيت يا برنس، انت اخدت فرصة جديدة في الحياة، يوم جديد، يوم جديد ونفس جديد انت اخدته. كتير من الناس بتنام بالليل وما بتصحاش الصبح، بعد الشر عليكم كلكم، ولكن هي دي الحقيقة، هو ده الواقع. في ناس كتير يا جماعة ما بتصحاش من النوم الصبح، ولكن انت وانا النهاردة اول ما فتحت عيني الصبح لقيت نفسي محظوظ ان انا فتحت عيني وخدت نفس، خدت شهيق كبير وفرصة جديدة، يوم جديد في الحياة. اليوم ده أنا ممكن أستعمله، أستفيد منه، أستغله في إني أكون إنسان أفضل، في إني أحقق أحلامي وأهدافي في الحياة، في إني أساعد الناس اللي حواليا. كون ممتن. لو أنت بدأت يومك بالفكرة دي إنه أنت ممتن للنفس اللي أنت أخدته في الحياة، أو ممتن لأسرتك، أو ممتن لشغلك، ممتن لمراتك، ممتن لعيالك، ممتن لأي حاجة، دي فكرة رائعة جدا انك تبدأ يومك بيها. لو اتعودت على الموضوع ده اوعدك ان اليوم بتاعك هياخد شكل مختلف تماما، انك دايما مع كل التحديات، مع كل المشاكل، الزعيق من الرئيس بتاعك في العمل، او مراتك اللي معكنين عليك، او امك اللي بتدي لك بالقفة في الرايحة وفي الجاية، انت هيكون مسيطر عليك فكرة الامتنان، ان انت ما زلت ممتن لليوم اللي انت حصلت عليه. 24 ساعة تقدر تنجز فيهم حاجة، تقدر تنتصر فيهم، ولو حتى انتصار صغير، علشان تحس بقيمتك في الحياة، علشان تسيب بصمة في الحياة. يبقى العادة التاسعة المجانية هي الامتنان، الجراتيتود. والعادة المجانية العشرة والأخيرة معانا، واللي هي بالفعل كانت السبب ان انا عملت القناة بتاعت ايجي كاست، هي الكتابة يا جماعة، الجورنالينج. ان يكون عندك كده ورقة وقلم بتقعد بشكل يومي تكتب دفتر احوالك اليومية، تشوف انت اليوم بتاعك اخباره ايه، سواء بتكتب الصبح او بتكتب بالليل، في فكرة جات في دماغك، عايز يعني تدي القلم كده الفرصة على الورقة، الحبر على الورقة، انه يترجم الفكرة دي لكلمات. ايجي كاست، ها، القناه بتاعتي بدات كده، بدات بصفحات انا مليتها عن افكار معينه، عن التنسيق، عن كذا او كذا، المشاكل اللي انا مريت بيها في بدايه رحله الهجره بتاعتي كنت بكتبها. انك تركز مع دفتر احوالك اليوميه وتطلع الافكار اللي في دماغك بالحبر على الورقه، عادة رائعة جدا وما بكلفكش أي حاجة. هتجيب كشكول وقلم تحطه جنب السرير بتاعك، اكتب بالليل ماشي، اكتب الصبح ماشي، اكتب في وسط النهار ماشي، المهم تدي لنفسك 10 دقايق أو ربع ساعة كل يوم لغاية ما العادة بتاعتك تتأسس وتبقى ما بتعرفش تعدي اليوم بتاعك من غير ما تكتب عن أي حاجة بتيجي في دماغك. بعد كده زود الفترة الزمنية، عايز بقى تخليها نص ساعة أو ساعة، عيش بقى معلم، عيش بقى في الكتابة وطلع الفنان اللي جواك، طلع الأفكار اللي جواك بالورقة والقلم. ودول
كانوا العشر حاجات اللي أنا حبيت أشاركه بيها النهاردة. أرجوك اكتب لي في التعليقات لو في عادة أنت مواظب عليها وعايز تشارك بيها الأصدقاء، علشان كلنا نساعد بعض وكلنا نشد بعض لفوق. ربما في حاجات أنت بتعملها وأفكار بره الصندوق ممكن كمان الأصدقاء يستفيدوا منها، أو لو في مثلا عادات من دول أنت مواظب عليهم قول لي إيه أكتر عادة فعالة من العشرة دول، أكتر واحدة يعني أنت حاسس إن هي بتجيب معاك من الآخر وما تقدرش كده إيه تخلي يومك يعدي من غير ما تعملها، بتحس إن أنت ناقصك حاجة في اليوم لو ما عملتش العادة دي. واللي فاتته الحلقة اللي إحنا اتكلمنا فيها عن 10 حاجات أنا تخلصت منهم، إنك يعني تستفيد من إلغاء حاجات من حياتك، حاجات تخلصت منها، هحط الصورة على الشاشة دلوقتي. ارجع شوف الفيديو ده علشان تعرف إنه دايما مش بالزيادة يا جماعة، ممكن تنقص حاجات من حياتك علشان تبقى حياتك أفضل. وكالعادة لو بيعجبكم المحتوى ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.